السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله. يديك الصحة ويبارك في عمرك. كنت كلمتك من كام يوم كده يا عم الشيخ بخصوص حالة الطلاق بتاعتي. تمام. في جنبينا ناس هنا تبع جماعة الأزهر عرفتوني بالرجوع، وأنا مش عايز يعني أعمل حاجة غير اللي ترضي ربنا، يعني فربنا يثبتنا. فأنا عايز سؤال تاني على حضرتك، وأنت قول لي يعني قول لي لأ أو ليه، معلش، عشان يعني هو الموضوع مؤثر فيا جامد يعني، وربنا يعافينا. اللهم امين. أنا كنت اتجوزت، قبل ما اتجوز كتبت وطلقت مراتي مرة، وبعد كده قعدنا فترة، وبعد كده دخلنا. قبل ما أخش أنا سألت الطلقة دي مصيرها إيه، فقالوا لي خش عادي مفيش مشكلة. يعني انت طلقت زوجتك مرة؟ طلقت مرة قبل الدخول، بعد الكتاب يعني كتبنا الكتاب وطلقتها، رميت على اليمين. ايوه أنا قلت لها دي طلقت. ايوه قعدنا شوية وكده بقى ميعاد إن إحنا نخش، قبل الدخول. كانت يعني قبل الدخول. فسألت على الرجوع وكده، فقالوا لي خش عادي، ارجع كده محسوبة طالعة أهو وارجع. فرجعت بعد الجواز، بحثت على النت برضه كنت قلقان، فقالوا إن قبل الجواز ده إيه؟ يعني بيبقى لو لما ترمي طلقة بيبقى خلاص هي وقعت. تمام؟ بلد منك يعني على إسلام وقعت. فقلت نفسي أنا، قالوا لا يا عم إيه، سيبك من كلام النت وانت على الله يعني. قعدنا فترة، هو أنا اتجوزت 8 شهور بالظبط، وأنا حاليا عندي 23 سنة ومتجوز كده بقالي سنة وشوية. بعدين جيت بقى طلقتها، حصل خلاف بيني وبينها جامد فطلقتها طلقة. طيب ساعتها هي كانت في الحيط تقريبا حاجة زي كده. بعديها طلقتها تاني، بعديها طلقتها لها 3 مرات، انت طالق بالتلاتة في كذا موضع بعصبية وكده، أنا ربنا يعافيني ويرفع عنه ويهديني. والكلام ده بقاله بالظبط أكتر من شهرين. بعد ما طلقتها كانت هي قبل الحيض، قعدنا شوية وعرفت إن هي حامل، فرحت الشيخ أشوف كذا وكده. الشيخ يعني هو سلفي بسم الله ما شاء الله عليه يعني، فقال لي اصبر شوية. وجيت هنا أروح للأزهر، فالناس قالت لي يعني ما تروحش وكده، أوكي هي هتروح، هيقول لها خدها وارجع، فهتبقى أنت كده إيه بتحطها فيها، بتعلم تخرج فيها زي ما بيقولوا. فقلت لها انا خلصت ولا ايه؟ بس انتهى الموضوع ولا لسه؟ نعم؟ خلصت ولا لسه في كلام تاني؟ ما انا هقول لحضرتك يا باشا. هتقول لي ايه كلام تاني؟ خلاص هي مش زوجتك، ليست زوجتك. لا انا ما بكلمهاش، بس دلوقت ايه؟ هو الشيخ ده قال لي انت تقعد تصلي وكده تجيبها تاني. لحد دلوقتي ما فيش. لا هو ما قاليش هتجيبها تاني، هو قال لي صلي الف ركعه، صليت اقرا سوره البقره، يعني نظام التربيه يعني الله اعلم، ربنا يبارك له يعني ويديله الصحه. المهم انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، هل ليا رجوع؟ لا مالكش رجوع. طب معلش انا افهمك اهو الان ان شاء الله. ان شاء الله نعم افهمك اهو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اولا فيما يتعلق بالطلاق اثناء الحيض او اثناء طهر جامعتها فيه، هذا خلاف السنة لكنه واقع، انتهينا من هذا. ثانيا، أنت عقدت على المرأة، عقدت على المرأة وطلقتها، يفترض أنها بانت منك تماما، يعني خلاص ممكن تزوج أي واحد تاني. إذا أنت أردت أن ترجع لها لابد في الرجوع من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. فأنت لم تفعل هذا لجهلك ورجعتها، بعد أن رجعتها طلقتها 3 تطليقات متفرقات. فنحن بين أمرين، أن نقول إن معيشتك معها بعد التطليقة الأولى التي هي بعد العقد قبل البناء، معيشتك معها كلها حرام، وأنت عايش معها في الزنا والحرام. اصبر. أو نقول إنك معذور بجهلك، إنك معذور بجهلك وملزم بتبعات عملك. فقولنا إنك معذور بجهلك أحب إلينا من أن نقول إنك عايش معها في الحرام، وقولنا افترق عنها أحسن ما نقول لك زيد كمان أيضا معيشة في الحرام فوق الحرام، فاستعيش في زنا بعد الزنا والعياذ بالله.
فأنصحك البعد عن هذه المرأة، ليست بزوجتك الآن. ابتعد ابتعد ابتعد. بعد إذن حضرتك، لو جه مجادلة في المهدان هذا ليس لك، ليس يا حبيبي. أنا اشتعي قال لي وقلت له افهم الكلام، أنا لست رجل قال لي وقلت له، مش أنا ما طلب، ما سألتك ماذا قلت الأزر وماذا قالوا لك، أنت سألتني أجبتك، أعجبتك الفتوى أعجبتك، ما رضيت عيش في الحرام أنت الذي ستستقبل. ليس معلشي، ليس معلشي، أنا ما لست من أهل القيل والقال، سألتني وأجبتك، وإذا عشت ما هتعيش في الزنا، كفى ما حزل. السلام عليكم.